خليته هنا يجي واحد خاينة قالك خاينة شدو قالك شدو وداه قالي قالي هكا كان فرانك قالك جرو وداه شكون اللي شافو شافو واحد جا قال لي انايا قال لي الهيرة شكون هو السيد اللي شافو كان هنايا راه شدو راه حقهم على الهضرة البوليس البوليس ما دار معاه والو مراشدو راه سرقو مبغاش يقول الحقيقة راه هو اللي شافو يوري لكم البعد هو اللي شافو كيكون معنا هنايا غادي بيت غادي بيت شارو قال لي زيد عاود معايا تخدم معايا فغادي يخدم معايا لا وقرا قردو ولا شوف انا بغيت ولدي يجي ميت ولا حي هادشي ضرب عليه السماء راه كاع بطل كتهافني ها كلشي كيعرفوني الكبير والصغير ما كاينش اللي ما يعرفنيش 20 عام ولا كنضرب شي تفاف عليا انا باقا مديره ما كناكل ما كنشرب ما كنعس ما كندير والو انا رفعتها 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 الكوت رفعتها مريضه رفعتها رفعتها يلا فتحة على القواط وليدها وضربت عليه تمارة وتمحلت معاه وحاطة عند المربية بالفلوس ودي المرا وتقدى ليها وكل شيء تكبرت ولا ولدها شوية كبير دابا مني ولا شوية كبير ولات كتسد عليه وكتجي مسكينة لهنا كتجيك هنا كترزق كتخدم كدير ما تاكل مسكينة صراحة مهلية في وليدها كاسية مصبطة شرات العيد طلبت عليه وشرات ليه العيد باش يعيد هوايا صراحة كتعطي عليه باش وليدها يبقى ليها كانت حاطة عند المربية بالفلوس دير لي ها ورشي الدري اختفى كيفاش حسيتي ما عرف ما حاضراش انا خدامه نهار السبت كيفاش حسيتي ما سمعتي الدري راه اختفى ها من اختفى الدري باش حسيتي بقى فيا انا دابا كنبكي بقى فيا مسكين بقات فيا هاد السقعه ها هادي مسكينه ضربه تماره بقات فيا مسكينه يا ولدي يا ولدي
وعليكم السلام. خويا هاد الوليد عنده 8 سنين، سميتو ريان، كيسكن في حسنية الثانية بلوك دي رقم 119. هادي الأم ديالو، أنا بنت أختو. هاد الوليد كيقرا في الثاني عادي، دري طفل عادي، ما مشاغب، ما هو كيخرج زعما الزنقة بقى دايع ولا هذا لا حتى شي حاجة. دري مزيان، مو كتخدم في الموقف، جات النهار السبت الموقف، جا الحق عليها هنا الموقف، وقيلا هي مشات خدمات، بقى الدري هنا تيلعب. من وراها مني جات ما لقاتوش، الناس ديال هنايا الدراري اللي تيخدموا معاه هنا في الموقف قال لك حقا شافوا شي واحد كيكون كيقمر هنا في العشية، عند عطاه 10 دراهم وداه معاه، السيد قال لك عنده لحية وعنده هاد الإيد صبعانو دايرين هكا. هادشي قال لك التصريحات اللي قالوا هنايا، ومن دينا وجمل الامن وداكشي دابا نكرو، قال لك ما نقول نقدروش حنا نهضروا ونقولوا هادشي خايفين على روسهم، ولكن حنا بغينا هاد الولد دابا يرجع باي طريقه يرجع. خفنا الدري يكون مقتول مقرد في شي بلاصه، يتكرفس عليه شي حد، الام ديالو راه في حاله ما نعاود زعما ما نقولش لكم عليها، راه حاله خايبه. حنا في صدمه الصراحه، من نهار السبت وحنا في حاله ما بقينا خدمنا، ما بقينا بركنا في ديورنا، ما كلينا ما والو، حنا كاملين مخلوعين على الدري اللي عطر عليه شي حاجه. مازال ما كاين حتى شي جديد، كلهم تيوصلوا لعند الامن وتينكروا كلهم. ما شفناش، كيقولوا هنا قدام الناس شفنا، ومن كيمشيو لتما كيقول لك ما شفناش. قال لك شافوا، ولكن قال لك ما شافش السيد فوجو، شافوا غير كيهضر معاه وقال لي هكا 10 دراهم، ما شافوش قال لك في الوجه ديالو. السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء عاش الملك. واليوم حنا كنخبركم بان هذا الوليد ولد اختي ضاع عليها وليدها عنده 8 سنين، وها هي هاد السيده محروقه على ولدها اليوم 4 ايام، وحنا كنقلبوا عليه ما خلينا عليه حتى شي بلاصه، واللي سولناه كيقول لك داه واحد السيد كبير، وكنطلبوا من هاد السيد الا كان كيشوفنا يرحم هاد الام، يرحم هاد الام على هاد السيد. ما عندوش اولاد، ما عندوش احفاد، حشومه عليه يبين لينا ولدنا، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يبين لينا ولدنا. واليوم راه السلطات واقفه معنا، وكل مره كتجي عندنا باش تراقبنا وتسولنا، والصحافه كلها واقفه معنا، وكنتمنوا من الله عز وجل يبين لينا هاد الوليد ويحن هاد السيد على هاد الوليد وما يتكرفش عليه. وعاش الملك، والسلام عليكم. شيء جديد، لا تعود تعيش.